طلاب وطالبات قناتنا، قناة الدكتورة أماني دغلس. اسمحوا لي أرحب فيكم. اليوم رح أعطيكم درس سريع لكيفية كتابة الإطار النظري. يعني طلب كتير إنه دكتورة ساعدينا كيف ممكن أن نعمل الإطار النظري. هلأ بدنا نحكي شغلة أعزائي. طبعا أنا حاطة، كنت عم بحط أشياء يعني عناوين ممكن إنه إحنا ننطلق منها بكتابة الإطار النظري. بدكم تحطوا ببالكم شغلة، أول إشي إنه مش من أول مرة أنا بكتب الإطار كل إشي بده يكون بيرفكت. بدي أحاول وبدي أغير وبدي أبدل، وبدها تكون درافت نسخة أولى ونسخة تانية ونسخة ثالثة، وبدي أضلني أعدل طول ما أنا مسجلة وبدي أعمل البحث تبعي. هلأ حتى العنوان، يعني العنوان أنا بحكي دايما للطلاب، العنوان بيكون على بحافظ على المتغيرات الرئيسية، بحافظ عليها، ولكن ممكن أني أنا أعدل، يعني ممكن أجري تعديل حتى على العنوان، بس ولكن يعني مش أنه خلص كل إشي لازم يكون بيرفكت بضل زي ما هو، وخصوصا بالإطار النظري. بالإطار النظري حتى أنتوا كل ما بتتقدموا بالكتابة كل ما بتحسوا حالكم أنه أنتوا لا أنا كيف كتبت هيك، كان لازم أكتب هيك، لا أفضل أكتب بهاي الطريقة، فبتلاقيني بغير وببدل لحد ما أوصل للإشي اللي أنا راضي عنه أو راضي عنه. هلأ بدي أحط ببالي كمان شغلة تانية. دائما أنا بحكي للطلاب حطوا العنوان قدامكم، خلي العنوان قدامي بكل مكان. لما بدي أكتب الدراسات السابقة أو أدور عليها عنواني قدامي، لما بدي أجاوب على أسئلة الدراسة برضو عنواني وأسئلة الدراسة قدامي، لما بدي أكتب الإطار النظري ومقدمتي كمان العنوان بده يكون قدامي. ليش؟ لأنه العنوان في يحتوي على متغيرات وعناصر المشكلة البحثية اللي أنا بدي أشتغل فيها. لما بدي أبلش كمان بكتابة الإطار النظري بدي أحط ببالي إنه بدي أبلش من العام إلى الخاص، يعني بدي أنقل القارئ، بدي أفهمه إنه هاي المشكلة موجودة في إلها أساس. يعني مثلا على سبيل المثال أنا كنت عمالي بحط هذا العنوان اللي هو درجة امتلاك العاملين في كتابة تقارير الأخبار أو درجة امتلاك العاملين في إدارة أو في قسم الأخبار مثلا للمهارات الصحفية في التلفزيون المصري. انتوا حكوا لي لما بدي اكتب انا الاطار النظري على ايش بدي اركز، بايش بدي احكي. احط على جنب، بدي انا احكي عن في قسم بده يحكي مثلا عن ممكن بدايات الاخبار، كتابه الاخبار، تحرير الاخبار، امتى بلشت، من امتى، من اي تاريخ، الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه، من قبل، بدايات، أكيد في تاريخ، في نشأة تاريخية للكتابة الأخبارية أو للكتابة في مجال الصحافة. طيب كيف أنا بدي أكتب وأبين إنه هذا الموضوع في له أساس؟ بنتقل كمان لما بحكي بقول من العام، يعني ممكن أكون عم بحكي عالمياً وأخصص لحد ما أوصل للوطن العربي، من الوطن العربي أنزل للتلفزيون المصري. بدي أحكي عن التلفزيون المصري كامل بشكل كامل، شو هو، شو أقسامه، إمتى نشأته، إمتى، على إيش التطورات اللي صارت عليه تاريخيا مثلا. ففي قسم بده يكون للتلفزيون المصري، في قسم بده يكون له علاقة بالصحافة وكيف بلشت الصحافة وشو الأشياء الرئيسية اللي إلها علاقة بموضوع الصحافة. فبكون أنا قاعدة عمالي بكتب كل الأشياء اللي عمالها بتتناول هذا الموضوع. أعزائي بدي أكون أنا مثلا عمالي بكتب عن المراسل الصحفي، شو دوره، من وين بلش، من وين إجا هاي المهمة، أو من وين إجت هاي الوظيفة، من أي قرن. بدك ترجوع كلياته. طبعا هلا اذا بدرس انا صحافه اكيد دكاترتي مهيئيني وقايليني انه في اساس تاريخي لنشاه مثلا العمل الصحفي.
وبوثق يعني كلياته بدي أكون عمالي بوثقه من الكتب، من المراجع، من المرات بدراسات، في حدا قبلي عامل دراسة وماشي وعامل إطار نظري ممكن أنا أستعين فيها كمان وأشوفه وبرضه أوثق اللي أنا عمالي برجع له. مثلا شو كيف بلشت نشأت مثلا الكتابة الصحفية أو التحرير الصحفي، شو موضوع الأخبار، شو يعني محرر، شو يعني مندوب عالم الأخبار، كيف بلشت الأخبار، شو التطورات اللي صارت انه احنا صرنا نعتمد على هذه الوسائل اللي هي يعني وسائل الاعلام، التقنيات اللي صارت مثلا عندنا والمعرفه الهائله، الاداء حتى في موضوع الاخبار كمان انا بدي انا احكي عنه، انواع الوظائف الاخباريه مثلا عم بحكي عنها على الاخبار، في عندي محرر وفي عندي محرر وثائقي وفي عندي معلق وفي عندي كاتب وفي عندي من ام اللي بيكتب بيطلعوا بيجيبوا التقارير الميدانيه، في عندي مذيع مذيعه مذيع متخصص مذيع رئيسي، في عندي رئيس التحرير، كل هذول بدي أكتب عنهم. بعدين بدي أحكي مثلاً عن كيف أكتب كيف أحرر الخبر. حتى في تحرير الخبر يعني أنا بسمع من الطلاب إنه الدكتور لما بيعلمهم بيقول لهم إنه في عندك خبر، هذا الخبر اكتب لي إياه بصفحة واحدة من غير ما إنك أنت تهمل أي جانب من الجوانب في نقل الخبر للقارئ. اختصر الخبر بعد الصفحة بفقرة بنص صفحة، بعد النص صفحة اختصره بأربع أسطر، بعد الأربع أسطر اختصره بسطر، بعدين اختصر لي الخبر كلياته بكلمة واحدة. هو عبارة عن تدريب حتى أني أنا هي الطالب كيف بده يكون محرر صحفي. بعدين في نظريات، هاي النظريات بتدعم الأنباء ونقل الأنباء والأخبار والصحافة والإعلام. أي نظرية من هاي النظريات أنا بدي أخذ وأكتب عنها كمان لازم أحطها في بالي. أيضا كمان عنا بدي أجي بعد ما أحكي عن كل إشي وعن الأخبار والنشر الأخبارية بدي أجي أحكي عن كمان مزايا مثلا الصحفي، مزايا المحرر، بدي أحكي عن مصادر الأخبار والوكالات العالمية والوكالات المحلية، وبدي أجي أحكي كمان عن التلفزيون المصري، نشأة التلفزيون المصري، من وين بلش التلفزيون المصري، إيش البرامج اللي بتتقدم، كيف الإعداد والتهيئة، كيف أي إشي له علاقة بالتلفزيون المصري أنا بدي يورجيني كقارئ، بعرفش إيش يعني تلفزيون مصري، بدي يورجيني كقارئ كي شو يعني العمل التلفزيون المصري، إمتى دخل التلفزيون مثلا على مصر، كيف شو كانت أهدافه، شو كان الوصف الوظيفي فيه، مين أعطيني أمثلة من المذيعين أو المحررين الصحفيين، ممكن أعطي أمثلة كمان، إمتى بلش، إيش أنواع القنوات اللي موجودة، ببلش بكتب عن هذا الإشي كليات، وهذا اسمه الإطار النظري. هلأ لنفرض كمان أعزائي إنه أنا مثلاً على سبيل المثال هاي أنا حاطة مثلاً عنوان تاني، لنفرض إنه بدي أحكي عن أثر الذكاء الاصطناعي على جودة أداء العاملين في قطاع المستشفيات المراكز الصحية بالرياض. من عنواني أنتوا احكوا لي من العنوان أنا إيش بدي أكتب، بدي أكتب عن الذكاء الاصطناعي، شو نشأته، من وين بلش، شو الثورة الصناعية، ثورة الذكاء الصناعي، يمكن رح أوصل لعند الجائحة كمان، كيف استخدم في أداء العاملين، بدي أحكي عن بالمراكز الصحية والمستشفيات، بدي أحكي عن منظمة الصحة العالمية، بدي أحكي هلأ حتى عنا على جودة أداء العاملين في قطاع المستشفيات المراكز الصحية، في عندي خدمات، في عندي شغلات كتيرة. هاي الأشياء أنا ممكن بدي أخذ مثلا بس لفنيين المختبرات الصحية، المصورين الأشعة وفنيين مثلا كيف أو الأسنان، ما بعرف أنا إيش مشكلتي البحثية، شو الإشي اللي بدي أركز عليه، اللي بدي أركز عليه هو اللي بدي أحكي عنه. هلأ قبل ما أبلش بأحكي على مختبر على مشرفين الأشعة بدي أبلش بسيستم الصحة والمنظمة الصحة العالمية وسيستم الصحة، وأشوف إيش الأقسام العاملة بالمستشفى، بعدين أروح لعند عاملين بالأشعة شو كيف وظفوا الذكاء الاصطناعي مثلا في أعمالهم، في التصوير الطبقي، في التصوير الأشعة، في صور الأشعة، كيف السيستم ماشي عندهم كله، وين بأي منطقة بمستشفيات بمراكز الصحية بالرياض. يبقى بدي أحكي عن مستشفيات مراكز الصحية بالرياض، بدي أشوف وأحكي عنها كيف تقدمت، بدي أحكي عن جودة أداء العاملين، هدول العاملين مثلا اللي بيشتغل
مشرف مشرف المختبر أو اللي عامل في الأشعة، موظف الأشعة في القطاع الصحي، شو دوره، شو مهامه، كيف بيشتغل، شو آلية العمل. كل هاي الأشياء بدي أبلش فيها، بس بدي أحكي عن الثورات، ثورة الذكاء الاصطناعي من وين بلشت، من وين إجت، هيك لما أوصل للذكاء الاصطناعي، التطبيقات والإجراءات اللي لها علاقة بقطاع المستشفيات. ومن قطاع المستشفيات بروح بدخل بخصص، بعد ما أحكي بخصص على فنيين مثلا الأشعة أو العمل في المجال تصوير الإشعاعي، وبحكي عن مستشفيات في الرياض تطورها. هلأ إن نموذج ثالث مثلا، على سبيل المثال درجة امتلاك المديرين للذكاء الانفعال والسلوك التنظيمي وجودة الأداء في مؤسسات الاتصالات. عندي مؤسسات الاتصالات وعندي إدارة وعندي مديرين، بدي أحكي عن الإدارة. ممكن أبلش أنا أحكي عن مؤسسات الاتصالات وأحكي عن وبدي أحدد مثلا في أي منطقة، في الخرطوم، في الخرطوم عشان ما حدش يزعل، في الخرطوم مثلا على سبيل المثال. أنا شو بعمل؟ حددت شركات الاتصالات، بدي أحكي عن ثورة الاتصالات وقديش إحنا حاجتنا للاتصالات وكيف بلشت عامل عالمياً لحد ما أوصل لمنطقة المنطقة اللي عندي إياها مثلاً في الخرطوم. أحكي عن المديرين، الإدارة، المديرين، شو خصائص المديرين. يبقى بدي أكتب من إطار نظري من الإدارة. بعدين بدي أحكي عن الذكاء الانفعالي، دانيال جولدمان، وحكي عن الذكاء الانفعالي والتنوير الانفعالي وكيف هو بلش بهذا الموضوع وكيف أنه لما راح بالمنتدى الاقتصادي بالولايات المتحدة ولف على المدارس كلياته مكتوب شو يعني الذكاء الانفعالي، طب ليش، شو أهمية الذكاء الانفعالي. وبعدين بدي أحكي عن السلوك التنظيمي وشو يعني السلوك التنظيمي في الإدارة وكيف إنه، وأكيد في عندي نظريات بالإدارة بتحكي عن الأداء، بتحكي عن جودة الأداء. بدي أحكي عن الأداء، يعني أنا بدي أحكي عن جودة الأداء للمديرين، ما بدي أحكي عن الموظفين بشكل عام، أنا بدي أحكي عن المديرين. فإذا من هون بيكون في عندي الكتابة بما يتعلق أعزائي بالموضوع أو الإطار النظري. بعدين في شغلة كمان بدي أحكي لكم إياها، في عنا إشي اسمه اللي هو النموذج الدراسي. هلأ هذا النموذج الدراسي هو النموذج اللي أو بيسموه framework بالإنجليزي، اللي هو بيورجي أنا كيف بدي إيش الأبعاد. يعني أنا عندي مثلا الذكاء الانفعالي هون وعندي السلوك التنظيمي كمتغيرات مستقلة، أنا بدي أشوف تأثيرها على الأداء. هون الأداء، أداء مين؟ أداء اللي عنا ياهم، اللي هم عنا ياهم المديرين. المديرين أنا بدي لأداء المديرين. هلأ ممكن يكون أنت في أسئلتك البحث تبعك بدك إياه على انعكاس درجة امتلاك المديرين على أداء جودة أداء الموظفين، يعني هون بدها تكون جودة أو أداء العاملين في قطاع اللي هو عنا الاتصالات، بحسب أسئلة البحث، بحسب إيش اللي أنتوا بدكم إياه. هلأ النموذج الدراسي ببين لي هون عندي هذا، هاي المتغيرات المستقلة تمام، وهذا المتغير اللي هو عنا جودة الأداء، جودة الأداء اللي هي إيش؟ المتغير التابع أعزائي تمام؟ هلأ هادي التابع، هون أنا بدي أكتب عن هذا نموذج الدراسة تبعي، متغيرات مستقلة تأثيرها على جودة الأداء، وأيضاً بدي أبلمين للعاملين في قطاع الاتصالات. فإذاً هون بدي أنا كمان أحطه قدامي هذا كلياته علشان أقدر أعرف إيش الإشي اللي أنا بدي أكتب فيه. أعزائي، الإشي اللي أنا بدي أختم فيه درس اليوم إنه لما بدكم تكتبوا الإطار النظري، بدكم توثقوا، بدكم تفتحوا صفحة المراجع على جنب بالمتن، وإنتوا بتكتبوا بالمتن يعني الكتابة وإحنا عمالة بنكتب، بدي أوثق، بدي أكتب مثلا دغلس، وأنا عم بوثق لازم أوثق مثلا دغلس أوكي 2023
شو حكت وبكم وبكتب مثلا حكت عن 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 مثلا عرفت السلوك التنظيمي او عرفت الذكاء الانفعالي، كاتبه مثلا في مجال الاداره، كاتبه في مجال المهارات الصحفيه او الاعلاميه. المرجع اللي انا برجع له بدي اوثقه سواء كان دراسه، وبنصحكم انكم تفتحوا صفحه للمراجع وتبلشوا تكتبوا، ودائما حطوا في بالكم ببلش من العام للخاص، وبالتدريج بدي انقل القارئ. ما تنسوا كمان التسلسل. شو يعني؟ يعني ما انتقل من فكرة لفكرة، لا، إذا أنا مثلا عمالي بحكي عن تلفزيون خلاص بضل كل حكي بده يكون عن التلفزيون. إذا أنا عم بحكي عن المهارات الصحفية كل حكي بده يكون عن المهارات الصحفية. إذا أنا عم بحكي يعني ما بده يكون في أنا شوي من هون بروح بنط لهناك، تلاقي حال الطالب عماله بينتقل أو بيقفز من فكرة إلى فكرة. بتمنى أعزائي أنكم تكونوا استفدتوا من الدرس السريع عن الإطار النظري وكيفية كتابة الإطار النظري في أبحاثكم. اعذروني على الخربطة اللي أنا حطت لكم إياها هنا، هيها هاي هون عشان كنا عمالنا بنعمل، حتى أنكم أنتوا تقدروا تستفيدوا، يعني هو درس كأنكم أنتوا قاعدين معي وأنا قاعدة عمالة بشرح لكم. يعطيكم العافية وإن شاء الله نلتقي بدرس جديد بتحتاجوا لموضوع اللي هو أنا. هلا أنا من جديد صايرة عم بعمل دروس سريعة هيك مباشرة لكيفية الكتابة بناء مثلا على طلب الطلاب والطالبات بالقناة. يعطيكم العافية، كانت معكم دكتورة أماني دغدس، يعطيكم العافية.